السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى تكونون بخير. اليوم سوف اقرأ لكم قصة نبي الله نوح عليه السلام وكيف صنع السفينة. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. عاش آدم وحواء في الأرض وانجبال كثير من الأبناء، وثم بدأ الناس يتزوجون وينجبون حتى كثر سكان الأرض. ولكن بمرور الزمن من موت نبي الله آدم عليه السلام وأتى جيلا بعد جيل، فغرهم الشيطان وقال لهم: هذه الأصنام آلهة تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. اختار الله رجلا وهو نبي الله نوح عليه السلام لكي يكون رسولا للناس ليرشدهم لعبادة الله الواحد. فكان نوح يقول للناس: اتركوا عبادة الأصنام، فهي لا تنفع ولا تضر، وارجعوا إلى عبادة الله الذي خلقنا جميعا. ولكنهم لم يسمعوا كلامه، فلم يؤمن بنوح إلا عدد قليل من قومه، وأما الباقي الناس فلم يصدقوه. قال الله لنوح لا يحزن من قومه لأنهم لا يصدقونه، وأنه سيعاقبهم بطوفان عظيم ويغرق فيه جميع. أمر الله نوح أن يصنع سفينة كبيرة ويحتمي فيها من الطوفان هو ومن آمن معه. أطاع الله نوح وبدأ هو وأصحابه صنع سفينة كبيرة جدا. وعندما انتهى نوح من صنع السفينة، أمر الله أن يدخل فيها هو وعائلته التي آمنت به ومعه أصحابه الذين صدقوه، وأن يأخذ معه كل نوعين من الكائنات، زوجين الذكر والأنثى. أمر الله السماء فانهمرت الأمطار الغزيرة، وأمر الله الأرض تفجرت ينابيع الماء، هبت العواصف وارتفع الماء وغطى البيوت والجبال. التفت نوح فوجد ابنه على قمة الجبل، فقال له: تعال واركب معي. ولكنه ابنه رفض أن يركب معه، وقال: هذا الجبل سيحميني من العذاب. ولكن المياه ارتفعت إلى الأعلى فأغرقت وأغرقت كل من لم يؤمن بالله، هلك كل من كفر بالله تعالى. فأمر الله السماء وتوقفت الأمطار، وأمر الله الأرض فبدأت الماء تنخفض تدريجيا، من ثم سطعت الشمس من جديد بعد غياب طويل. أمر الله نوح أن ينزل من السفينة بسلام هو ومن آمن معه، فخرج كل المخلوقات لتملأ الأرض من جديد، وقام نوح ومن معه من المؤمنين زراعة الأرض وأعمارها من جديد. انتهت القصة حبايبي، انتظرونا على قصة جديدة إن شاء الله.